البارح كان الخطاب السامي ديال جلالة الملك محمد السادس نصر الله بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطولنا في عمره ويشافيه يا ربي. الخطاب ديال سيدنا كان البارح واضح وبين، وكانوا فيه ثلاثة ديال الأمور مهمة، جوج منهم شأن داخلي والثالثة شأن خارجي، وهنا الأمر كيتعلق بالقضية الفلسطينية. وهذه ماشي أول مرة كتكون القضية الفلسطينية عندها حيز من الخطابات السامية ديال جلالة الملك في كل مناسبات. والدعم ديال المملكة المغربية وعلى رأسهم الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية راها من زمان ماشي غير دابا. ندوزو دابا للشأن الداخلي. الملك محمد السادس هضر على جوج ديال الأمور مهمة، المياه والوحدة الترابية. بالنسبة للمياه واللي خدات واحد الحيز كبير من الخطاب السامي ديال جلالة الملك، هضر على الجفاف يضرب المملكة وكيفاش غادي نوجدوا برامج استباقية باش ما نطيحوش في العمار اللي طاحوا فيه دول الجوار واللي غادي يطيحوا فيه كل دول العالم مستقبلا، واللي هو العطش. اما بالنسبه للوحده الترابيه كانت الامور واضحه وباينه، والملك محمد السادس كان الميساج ديالو موجه للشركاء ديال المملكه المغربيه اللي باقي ما خرجوش من رونتهم، واللي قال لهم بالعربيه تعرفت صفي تشرب. حتى لهنا الامور مزيانه، والمغاربه كاملين اللي شافوا الخطاب البارح عرفوا الميساج اللي بغى يوصل سيدنا. غير هو اخوتي المغاربه ماشي حنا بوحدنا اللي كنشوفوا الخطاب، حتى واحد دولة مجاورة لنا حتى هي كتمتبع الخطاب وشافوه بنسبة أكبر من المغاربة، وكون غير شافوه وحبسات تما باتوا عليه وصبحوا عليه. من البارح هما حالي اللايفات وعلى كاع المنصات تيك توك وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب، لايفات مباشرة على موضوع واحد هو خطاب محمد السادس، وعلاش محمد السادس يهضر 6 دقائق على الماء ويهضر دقيقة واحدة على فلسطين، وربينا غيهضر 6 دقائق على مشكل ديال الماء ويهضر دقيقة على فلسطين، حيت واقيلا خطاب العرش ديال المملكة المغربية ماشي مملكة فلسطين، وملك البلاد ماشي مجبر باش يهضر على فلسطين في خطاب العرش، حيت في الاول والاخر خطاب العرش كيخص ابناء المملكه المغربيه. ودقيقه واحده لفلسطين في خطاب العرش اللي كيخص ابناء المملكه المغربيه راه في حد ذاته كرم من الملك محمد السادس اللي عطى دقيقه لفلسطين ودقيقه للوحده الترابيه وست دقائق للمياه لمشكل غادي يعانيوا منه ابناء المملكه المغربيه. وبلا ما نطول عليكم اخوتي، غادي نشوفوا واحد من ردود افعال ديال ابناء الدويله العدو اللي كانوا البارح واليوم في اللايفات، وغنشوفوا تدخلات ديال المغاربه معاهم في اللايفات وكيفاش كيشرحوا لهم الخطاب ديال الملك محمد السادس، وكيفاش هما كيعاودوا ياولوا وكيعاودوا باغين يوصلوا للشعب ديالهم واحد الفكره ان الملك محمد السادس حتى هو قاطع الماء على ابناء الشعب ديالو باش بوصبع المبردع ينعس مرتاح. شوفوا كاملين اخوتي الاحتباس الحراري راه في العالم كله، هذه الحراره اللي كتوصل حتى 50 ماشي عندنا، العالم كله. اسبانيا ما فيهاش ازمه ماء. شكون قال لك اسبانيا؟ تتبع الاخبار ديال اسبانيا، كنت تتبعها تعرف امورهم، راه اكيد الماء كاين. يا وعندي اخواني في اسبانيا وخوتي كل يوم يحكوا لي. حتى حنا راه ما عندناش ازمه الماء، الماء الجامعي عندنا ازمه ديالو، ولكن هو كيشوف الحل. عندنا 6 سنين تاع جفاف هو اللي كان. 6 سنين ما كيعمروش السدود بالقدر الكافي، السد ما كيعمرش فهمتيني، وكيستهلكوا الفرشه المائيه، الفرشه المائيه دي هلكوها الا بقاو عليها هيداك راه مشكله، ما خصهاش تكون هكا. كيشوف ولا سماها جفاف قبل. هو ما قالش ازمه، قال جفاف. بصح محمد السادس يعرف الكلمات. ما بقاش طاح الشتا كوم افون، ما بقاش. هو بصح هو ما قالش عندنا ازمه ماء، قال عندنا جفاف. البروفوندور ديال الارض كانت سخنات ولا تتشف الماء، الماء كاع اللي كيكون تيهبط سامية ولا الحراره الداخليه الباطنيه. سامية محمد السادس ما قالش عندنا ازمه ماء، ما قالش عندنا ازمه ماء، قال عندنا جفاف. اي في ماشي مناطق بارابور افون، بارابور اسكي باسي افون. سما كاين جفاف في المملكه المغربيه. لا ما كاينش جفاف الماء، كاين كاين الماء ولكن خصي يحتار، خصي يحتار. مناطق ما فيهاش سامية. اشرف واه لك اسيدي il vaut mieux prévenir que guérir. الواحد كيشوف الابعاد من هنا شحال. علاش قال الجفاف؟ باسكو شي مناطق فيها الجفاف effectivement. قال سيزون بلا ما، هو تكلم قال سيزون 6 سنوات. شي مناطق ما بقاش كطيح الشتا كوم افون، يا سيزون ما بقاش كطيح الشتا كوم افون، والبروفوندور ديال الارض كتشرب داك الماء كاع اللي كاين، ولات الحراره الباطنيه. تي كومبرون؟ واه جو سي بلي الحراره الباطنيه. سما راه عندكم ازمه تاع ما،
دوك هادي اللي ما بغيتيش ما تقولوها. حنا بعدا حنا ما عندناش حنا ما حتى شي حد معنا كاينش. هذا هو يقول كاين ازمه وتي تقولي ما كاينش. كاين شي بلايص فيها شي بلايص ما كطيحش الشتا وداك الشيء. عطيني سماوات هذا البلايص اللي ما طاحت فيهم الشتا انا على بالي بلي الشتا كدير حالها. خليني نهضر داك الشيء علاش داروا التحليه غادي يديروا تحليه الماء لان شي بلايص ما كتوصلهاش الشتا كوم الفو وما كيوصلهاش الماء كوم الفو. هذا الشيء باسكو محمد السادس سميع محمد السادس خطب 8 دقائق 6 دقائق يتعمى. ايوا هي راه مهم سيدي الماء راه مهم. هو الخطاب تاعك كاع 11 دقيقه. علاش نطيحوا في شوفي حتى نطيحوا في المشكل 100%. خاص الانسان خاص الواحد يعالج الامور قبل ما نطيحوا في شي حاجه. سامية محمد السادس خطب كاع الخطاب تاعه 11 دقيقه دقيقه ونص تاع النشيد الملكي نصف دقيقه تاع الانجازات 6 دقائق تكلم فيها على الماء نصف دقيقة على القضية الفلسطينية نصف دقيقة شكر فيها الشعب المغربي ودقيقة ونص تاع النشيد الملكي هيا وكمل الخيط عم ايوا حيت هذا الموضوع راه ديما تولى المدة الطويلة داها الماء المدة الطويلة غادي يتكلم فيها الماء الماء بالنسبة لنا مهم المهم البشري الماء قال كاين شفاف هو قال شفاف ما تكلمش على أزمة محمد السادس محمد السادس ما قالش عندنا أزمة ماء، قال كاين شفاف في المملكة المغربية. إيه كاين شي بلايص اللي ما فيها واصلهمش الماء، دابا غيدير لهم الحل، سي تو. حنا بعدا ما عندناش، حنا ما كيتقطع لنا الماء ما والو، حنا لا ريجيون دو كازا ما تيتقطع لا ما لا والو، غير ما كاينش هذا المشكل كاع. ربما كيما راه كتقولي أنت وربما. بصح راه كاين أزمة ماء. علاش غادي نكذبوا؟ حنا عندنا حنا خصنا. لا هذوك محمد السادس يقول أزمة وتي تقولي ما كاينش أزمة. ما نجي عارف لا ندير عليك ولا ندير على الملك. راني هنا دكتور الله يبارك ما اناش نشوفو فيك المهم راك هنا بصح انت ما كاش لا واش انت بغيتي تفهم ولا بغيتي تفرض رايك لا انا باين نفرض رايي انا باين نفرض راي محمد السادس لا وحنا كنشرحوا لك اش كاين حنا اللي عارفين اسمع محمد السادس ما راش نيشان ربما مدير ما راش عايش في المملكه حنا اللي عارفين اش كاين اش محمد السادس عنده الماء هو ما يقطعش عنده الماء محمد السادس عنده الماء محمد السادس والسيرطه عندهم الماء بصح سامية تي الله اعلم السيرطة انا شفت بلي عندها السيرطة تلعب بالماء حتى حنا عندنا لابيسين لا السيرطة السيرطة ما عندهاش لابيسين كنسقيو الجردة السيرطة تلعب بالماء ومحمد السادس عندها الماء انت يا رتي وتي والقنيطرية الله اعلم دابا تحشي الله ضرب عندنا ما نديرو به الله يرحم بها الوالدين يا ودي ما سير سارطة لاباس بها الله يبارك انت يا قلتي ما كاينش الماء كاين الماء انا سير ساريطه شفت بلي عايشه في لابيسين كل يوم الله يبارك ما كاينش هذا الشيء ديال الماء ما كاينش ما كيتقطعش الماء والحمامات موجودين وعائلتي خدامه يا عائلتي دابا في المغرب مخيمي كنقسم لك يمين الله انا مخيمي في لابيسين وراكي عايشه وراكي عايشه انا كنقول انا كنعاود لك على كازا على مدينه صلاه كبيره الملك المغربي محمد السادس قال لي كاين الملك المالك اسمط لي تصنت لي راه سمعنا الخطاب متفقه معك سمعنا الخطاب ولكن حنا الملك ديالنا ما كيبغيش حتى كيوقع المشكل كيبغي يسبق الاحداث قال لك اللي كيمشي للبحر خصنا نستغلوه ماشي قال لك المغرب مغاربه راه عطشانين راه ما كاينش الماء راه الجفاف كاين ولكن قال لك الملك اللي كيمشي للبحر خاصكم تفهموا عاود سن فاطمه الملك قال المغرب يعاني في 6 سنوات من الجفاف ما قال أزمة ماء الملك محمد السادس ما قالش أزمة ماء قال الجفاف حنا رانا نتكلموا على الجفاف هو راه يقول الجفاف وتي تقولي كاين الماء ربما هو ما يكذبش مع خير كاكي سامي بغيتي تعرف علاش قال سيدنا الجفاف والماء وداكشي واه تعرفها علاش حيت حنا المغاربة كنديروا الماء بحال هكا ما كنتسوقوش فهمتي ياك ما كنتسوقوش قال لينا نقصوا من الماء بصح هو قال المغرب بحال شي وحدين عايشين في الجفاف فهمتي كبيرة بصح علاش قال الجفاف ملك المغرب علاش قال الجفاف؟ ها؟ 6 سنين تاع الجفاف قال لنا ما تبقاوش تكثروا في الماء حيت حنا كنكثروا في الماء كنعوموا وكنشربوا وكنسقيو وكل شيء قال لنا نقصوا من الماء باش ما نعيشوش مع بحال شي وحدين في الجفاف فهمتي؟ تميرة تفضلي مرحبا بك نورة السلام عليكم سلام ورحمة الله مرحبا بك تفضلي اختي الكريمة دابا الخطاب الملكي موجه للشعب المغربي وانتم شنو الدخل ديالكم؟
هو رئيس لجنة القدس حنا نتبعوه، هو حنا كنا نقارعوا فيه شي يهضر على فلسطين، قال بلي غادي يرسل مساعدات تاع الاكل لفلسطين باش يحررهم من الاستعمار الصهيوني. اي واش معناه يهضر على الجفاف؟ باين نفهموا هذا الجفاف ما. هذا ما كان انا نفهم. تعرف شنو هي لونتيسيباسيون؟ الا ما كنتيش تعرفها تفهمها بالخشيبات. لونتيسيباسيون سيدي بحال داك اسمعني، بحال ديك النمله اللي كانت في تتجمع المؤونه ديالها تتخزنها وهذاك الصرصار ولا ما نعرف اللي كيدير كيزمر كيلعب صح نتيني. ملي جا الجفاف وجا هذا النمله ذكيه لقات ما تاكل نتيني، وداك الصرصار بدا كيدور كيدق على الجيران تقول لها تقول لها تعمات نورا نورا اسمعني عفوا نكمل ونكمل نورا الله يخليك. سمى الملك المغربي نمله وكاينه دوله وحداكم بصرصار هكا ثم نملاكم الدشه. النمله هي المغرب وهذاك الصرصار هو الجزائر. الملك المغربي هذاك الصرصار هو الجزائر اللي كيدور الجوع وكيدق على الجيران باش يوكلوه. يا تجافه تجبي تفهميني ما فهمتش. حيت الملك ديالنا الله يخليه لينا عنده واحد استراتيجي ا لونغ تير، ما دي ما تفهموهاش نتوما هاد اللغه ديال الاستراتيجي ما تفهموهاش ا لونغ تير. هادشي ديال لونغ تير الحمد لله عندنا السدود اللي ما عندكمش نتوما. يا بصح السدي راه يقول عندنا السدود اللي عندكم حنا الحمد لله ما عندناش الطوابير اللي عندكم نتوما. شكون انا شكون؟ اجي نقول من يوم هو رئيس لجنة القدس انا كنتبعه، انا غادي نولي من اليوم نولي نتبع محمد. انا ننزل اخويا رانا ننزل خويا. انت كنتي داير كونت بطارق بن زياد ياك هو انت، واش راه حاضينا كتبدل في كونطاج وتقيل تهضر المره الاخرى كنتي كتسول على المرض. دابا المرض ديال محمد السادس دابا انت ما فهمتش انا واش نتوما الدرجه ديال المشكل كي سعيد هبرتوش كل يوم فاتح لايف. نتوما لقيتي المشكل الحليب اللي كنتو كتشدوا عليه الصف؟ المشكل بالحليب رانا شفناه عندكم في المغرب، حنا شفنا الملك المملكه المغربيه يبكي ويقول انه لا يوجد ماء والمغرب يتألم مسكين. هذه حقيقه حاجه. دابا خليني نهضر علاش كتقطعونا؟ ما كيش عارفه ماناش نهضروا على المغرب، رانا نهضروا على الخطاب الاسطوري اللي تلقاه محمد السادس البارح. هذا خطاب انا سمعتك كنسمع ست دقائق هو يهضر على الماء، ما فهمناش علاش خصص وقت كبير على الجفاف اللي دام اللي راه يضرب المملكه المغربيه. شي الملك ديالنا شي الملك ديالنا السدود اللي عنده ما عندكمش نتوما منه حتى هذه والله العظيم تجي تفهمها من الاخر. انا جزائري ونقول عشان الملك من الاخر بشكوش هاي ها باش ما نكونش منافق. كيف هذه شوطة المياه تما هذه طونكو بيستعمى ولا كيف؟ تما كي عندك يقول لك اولي ما يتيري عليك بكابوس تاع الماء، كون تهرب باش يتيري عليك يتيري عليك بكابوس تاع الماء. انا حبستوني مخي انا شوطة المياه انا دي والله ما ننساها. منين الاخ منين؟ مختار من الامبراطورية المغربية. الامبراطورية وراء الامبراطورية هذه وين جاية هذه الامبراطورية؟ وين جاية الامبراطورية؟ وين جاية الإمبراطورية هذه؟ الإمبراطورية اللي حرت القدس من الصليبيين انتصرت على الإمبراطورية بدون إمبراطور. تعال خليني من إمبراطور. احكي لينا على لابوليس تاع الماء. احكي لي على لابوليس تاع الماء. كتسول وكتهرب علاش هربت؟ صح باغي نتحاوروا. وقلت لي لا الإمبراطورية خليني نجاوبك على الإمبراطورية. نتحاوروا صح نتحاوروا نتحاوروا بأدب واحترام. بارك الله مرحبا. لا 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 هنا كونك هاني هنا انا عندي في اللايف تاعي ما كنسب. خليني اسمعني انا مول لايف انا مول لايف انا مول لايف خويا اسمعني يا ودي انا مول لايف غادي نهبطك ولا كيفاه؟ دوك انا راني مول لايف خويا هاو كيفاه؟ يلا قول ما عندك يلا. اي صاي باغي نتناقشوا قول لي ما هي فصيلة دمك؟ فصيلة الدم ديالي ماشي كرغولي زيد دوزيام كيستيون. فصيلة تاع الدم اللي كاين في الدوسي ماشي كرغولي. اهبط 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 فصيلة تاع الدم. السلام عليكم احمد. اهلا اخي. اهلا بخير. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. منين الاخ؟ منين غير بالعقل منين في المغرب؟ منين في المغرب؟ كله اي بلاصة انا ديالي ديال المغرب. لي انت يا طويل كاع هكا تما انت يا طويل من طنجة الكويرة ولا كيفاه؟ والله العظيم واقسم لك بالله مرحبا صح مرحبا انني الان في طنجة وانا من اسفي
وأصولي من بني ملال، وهذا المثلت هذا المثلت عندي فيه استقرار. اوكي خلينا من المثلث، خلينا من المثلث، احكي لي على هذه السلطات العلمية. كنعطيك مثال، كنعطيك مثال على مواطن مغربي، اي ان ما عنديش غير بلاصة من بلاصة ولا شنو. على كل اللي بغيت نقول لك هذه ديال الشرطة ديال المياه اللي كتهضر عليها، ماشي انا هضرت عليها، الملك محمد السادس هضر عليها، ماشي انا صدق الملك. ايوه هذا تأطير، هذا تأطير تأطير. صافي فهمني على هذه، اسمعني فهمني على هذه لابوليس تاع الماء كيفاه، هذه يعطوهم كوبيس تاع الماء يدورو كيفاه، فهمنا. داكور انت كتعرف بوليس، البوليس ولا الشرطه هي تتعرفها بالكسوه لانك محكوم بالكسوه، راه ماشي هي هذه عندها كسوه تكون عندك كسوه، هذه لابوليس تاع الماء كسوه باش تقول لي راه كاينه الشرطه ولا كاين عسكر ولا شنو. الشرطه هو يا فهمني على هذه شرطه المياه كي دايره. شرطة المياه هي إدارة قطرات المياه في المغرب وفي الحدود. شنو هي خدمتها؟ شنو خدمتها؟ غادي تخدم لا بوليس تاع الماء، شنو خدمتهم؟ غتخدم من الجهة الشرقية على أن قطرات الجبال ديال المغرب تعطاها حقها بالسدود باش ترجع للمغرب، ما تمشيش عند ناس اخرين. يا شرطة المياه احكي لي على شرطة المياه، شدك انت انتك ماشي لي الشرقية وراك ما تروح للحدود. هاد الخاصية، هاد الخاصية يعطوهم صحة. اسمعني شرطة المياه يا احمد، هي إدارة أحمد باغي نسقسيك، أحمد باغي نسقسيك العمل، أحمد باغي نسقسيك، خليني نسقسيك على تحويط الطاقة. خليني نسقسيك بكا واش هي الطاقة، انا احكي لي على البوليسي تاع الماء كي داير، انت ماشي لي الطاقة والتحويل وتكسل عالي. افتح المايك، افتح افتح دوك نعيط لك البوليسي تاع الماء، افتح